وكنشكر القناه اللي بات الرغبه ديالنا وكتقوم الواجب ديالها الوطني، كنشكرها بزاف. وكنشكر جميع القناه بصفه عامه. الاخوان عندي واحد العصابه نصبات عليا، جاو كراو من عندي المحل ديالي باش يسيروه، ومن بعد كراوه لي مازال العيد اسبوع. من بعد سافرنا في العيد، دوزت لهم داكشي قانوني بالمفوض القضائي بكل شيء، اي حاجه دوزها لهم بالقانوني، حسبت معاهم بالكونطابل، حسبت معاهم المسائل كلها. وفي اخر مطاف فاش جيت مور العيد لقيت المحل مشدود، سرقوا داك المحل من الماتريال ديالو، من الجيز ديالو، من الريستورون، الماتريال ديال الريستورون، الماتريال ديال القهوه، الماتريال ديال الكراسه، الطبالي. شحال يوقع في الدار الماتريال؟ 140 مليون الفوق. 140 مليون؟ راه عندي لي فاكتور ديالو، المسائل ديالو كلها. وسلمت لهم بقانوني، ماشي سلمت لهم غير عشوائي. سلمت لهم بالتقنين. وهاد الناس ما كيخافوش، كيقول لك هما ما كيعرفوا لا قانون لا والو، هما ينصبوا عليك، هما اللي كيحكموا في البلاد. ولكن الحمد لله من هذا المنبر ديالكم، المنابر ديالكم، كنشكر السيد وكيل الملك. قام معايا الواجب، جيت عنده بشكايه ديالي مباشره، قام معايا الواجب، عطى التعليمات ديالو لرئيس الضابطه القضائيه، ورئيس الضابطه القضائيه الله يجازيه بخير مشى عنده مباشره صيفطنا. الضابطه القضائيه اعطى التعليمات ديالو، جزاه الله خير الرئيس الضابطه القضائيه، وصيفط الفريق ديالو، لانه كان المارشونديس ديالي كتباع في السوق برا، وكتباع في كاسابراطا، وكتباع في اماكن واحده اخرى، في مطاعم واحده اخرى تباعوا لهم ذاك الماتريال، ومشيت جمعت ذاك الماتريال ما خديتوش، لانه خلاو غير داكشي اللي بقى ما صالحش، ما خديتوش. هذوك الناس، هذوك العصابه كيخدموا بشي طريقه علميه، وما كيخافوش، قادين بشغلهم ما كيخافوش. ولكن الحمد لله عندنا عدل في البلاد، عندنا سلطه في البلاد، انا كنشكرهم بزاف. المجريات ديال القضيه فين ماشيه؟ ماشيه دابا، راه دوزنا في كنشكر الساده النواب كاملين، تم الاعتقال ديالهم بيدي، كنقبطهم وكنتصل بالبوليس وكنقبطهم. شحال اشخاص دابا؟ دابا مقبوطين جوج، واحد طلقوه هي ثلاثه، وجوج مازال مطلوقين، ماشي طلقوه سرح مؤقت، على ما دوز المحكمه. خرجنا من قضيه التحقيق، دابا دوزنا النيابه كاملين، كنشكرهم من هذا المنبر، من هذا المنابر ديالكم، بانه كاملين جزاهم الخير، قاموا الواجب معايا واعتقلناهم، والمسائل المستراره ماشيه في احسن ما يرام. كنطلب دابا من الاخوان الله يجازيهم بخير، القضاة اللي غياخذوا الملف ديالي هاد الناس خصهم الجزر، خصهم التربيه، هذا هو الاستثمار. سيدنا كينادي بالاستثمار، حنا كنتقطعوا، انا عندي تما الكريديات تقريبا واحد 160 مليون ديال الكريديات، البريستيج وداك الشيء هذا، والسيد كيقول لي السيارات عندي معل عندي الفيلا فادي، عندي الفيلا فادي، عندي الفيلا في المنار، عندي الفيلا فهمتي، داك الشيء يسمى هذا بلال حلوان، الحاج بلال حلوان، وكيجيب واحد اخر اللي ضعيف جدا كيعطيه المسؤوليه، كيكتب له العقد في سميتو، كيقول هذا نسيبي ولا قابل ولا يجري ولا يدير ولا يفعل، وهو مخلصني بالشك ديالو، وكيقول لهم قضية التحقيق، كيقول له انا عطيته الشك ما عطيتولوش، هو عطيته لصاحبي، علاش ندفعتو؟ علاش عطيتيه ليا؟ كتعرفني؟ هو كينكر كيرد المسؤوليه لجيرو. كيدير زعما هذاك راه جيرون، زعما هو داير له العقد في سميتو، هذاك يمشي يضرب الحبس مثلا عام ولا ست شهور، هذا هو يخلص عليه. هو ملقى القبض عليه. حتى هو ملقى القبض عليه، كلهم ملقى عليهم القبض. انا كنادي من هذا المنبر السيد الساده القضاة اللي غيطيح في يديهم هذا ينصفوا، راه رئيس العصابه هو بقصو رشيد وبلال حلوان. هذوك هما الناس اللي سلطوا عليا، هما اللي نيغوصاو معايا، هما اللي داروا معايا لافير. ضيعوني في رزقي وضيعوني، انا 15 العائله مشردين، كطلع لي 40000 درهم ديال الكراد المحل في النهار، دابا هذه 3 شهور ومسدود. باش غنصلح، باش غنجهز، باش غنولي كيقول لك علاش الناس كيحرقوا، ولا الناس كيتشردوا، ولا الناس كيهاجروا، ولا الناس كيمشيو برا يديروا استثمار، وعلاش الناس علاش؟ ولكن الحمد لله كاين عداله. كاين عداله الحمد لله. حنا انا كنطلب من الاخوان، كنبه المواطنين المغاربه في اتونسيون من هذه المدينه السعيده، في هذه اخر التواخر راه كثر فيها الاجرام، كثر فيها النصب، كثر فيها بزاف ديال المسائل. الحمد لله كنشوف يعني عامل ثقه كبيره في القضاء. عامل ثقه كبيره في القضاء، حاليا داروا معايا داك الشيء ما يتصورش،
قاموا الواجب. انا كنت كنتصل بالرئيس قلب الاول ديال رئيس الضابطه القضائيه في الليل في النهار كان في ما شديت شي واحد في شي بلاصه كنتصل به كيصيفط لي الاخوان. ومن هذا المنبر كنشكركم بزاف وكنطلب من القضاء ينتبه لهذه القضيه ديال اللي كيشري السلعات المسروقه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.